نزلت الظلمة صافي خافنا ما كايناش إلياس جابوا ديك العواول حقوا معاهم قالوا سيدي راه إلياس كان في واحد الحجرة بعيدة راه يرا فينا. أنا متأكد ولدي بالليل ما غايصيتي في البحر تحت الظلمة غايطلع بحالو. أنا الإحساس ديالي كنقول أخي ولدي ماشي في البحر والأم ديالو أخي شغنقول لك راه واحد الحالة الله يرتاح فيها ودابا مسكينة راه ما كتاكل ما كتشرب. نهار الحد اخاي فيقنا في الصباح كما العاده كل في كل حد كان في العطله ديالو معنا ملي بالصيد فيقنا اخاي في الحد عمل جمعنا الماتريال ديالنا الماكله المسائل المعونه ديالنا قصاري ديالنا هودنا اخاي البحر فهمتي مشينا لواحد جهه بعيده شويه مشينا تما كاينا لقطنا الطعم انت كتعرف ديك المسائل ديال البحر وهادي في نص النهار اخاي جينا لهاد البلاصه هادي هنا جينا انا وجوج وليداتي الياس ويوسف. يوسف عنده 8 سنين ونص وإلياس عنده 13 عام ونص. جينا خاي هنايا بقينا كنشحطوا هنايا مور الظهر شويه نقول لك ديك الجوج هيداك جوج ونص المهم كنت كنصحط انا في هذه الحجره هذه هنايا وهو معايا هنايا هو كان هنايا في هذه البلاصه هذه نيت واحد اللحظه خاي دوز معايا واحد الساعه ونص ديال المكانه هو كيصايد معايا واحد شويه جاوا خاي شي دراري حضر اربع دراري وانا هنايا فهمتي واحد اربع دراري جاوا تما كاينه انا مره واقف هيدا وكندور هيدا شو تقدر بعد رجعوا عندك والدري الحاو ما كما العاده واحد شويه قال لي بابا انا غادي نمشي هيدا الجهه ديال هيدا قلت له واخا بقيت انا هيدا صافي بقيت كنشحط تقريبا شي جوج سوايع جوج سوايع ونص صافي قلت العاير راه يكون من الوادي طلع كما العاده بعد مرات كيعمل لي هيدا واحد شويه قرب السته قرب المغرب جا واحد السيد معايا هنايا هو وليده جوج هو جوج ستيدوين انا مشيت حالي طلعت للدار طلعت للدار سولت يما قلت له واش إليا جا قالت لي لا راه باقي معاك المهم تخلي شويه الشك قلت دابا يظهر كما العاده توضيت صليت كذا هذيك لي شويه نزلت الظلمه صافي خافنا ما كايناش الياس هبطنا اخاي هبطنا جبرنا البحر بحال هيدا بحال هيدا وكيهرب حنا ملي كنا جينا كان بحر عامر هنايا فهمتي كيكون عامر قلبنا الدنيا مره اخاي هنايا ما خلينا في قلبنا في جهه هيدا ما بانش الاثار ديالو مره ليله وحنا كنقلبوا غدا في الفجر من هوت ما ايدا بيا واحد السيد لقيته قال لي انا جبرت واحد القصبه قلت له فين جبرتيها قال لي جبرها هنايا هنايا بالضبط هنايا في هذه الموطه عاده فهمتي قلت له هذه ديال ولدي عاوتاني كنتفاجئ في ديك الصبحيه في الفجر كان بقشورة فينا جبرنا الكاسكيطه ديالو راه فينا الكاسكيطه جبرها الخاوه ديالي مي كان بحر باقي عامر طلعها وحطها راه فينا جاب الله شي دوريجين ما دوريجين حطها من شتا اخاي ديك الصبحيه قلت هادي دو ولدي والقصبه دو ولدي المهم علمت السلطات اخاي جاو كيبقصوا جاو ولا غدا الغواصه بداو كيعوموا تما كاينه في البحر الملامارين كضرب من راس حتى الراس ما كايناش الاثار ديالهم مره جاو شي دراري عندي ملي كنت كنصايد هنايا هبطنا المخزن عطينا المقال ديالي كدا هادي استدعينا ديك العواو اللي جاو حتى واحد كيقول ما شافوا حتى شي واحد ما قال لي شي راس الخيط اللي غنمشي عليه المخزن دازت هاد الايامات ما اذا بيا الاخ ديالي جاو عندها واحد جوج العواول صغارين عاوتاني كنقول لك 11 عام 12 عام قالوا لا راه حنا الياس كنا معاك كذا كذا اخر ديال التفاصيل اليوم رانا نتوما شوني كنت كوميساريا جابوا ديك العواول حقوا معاهم قالوا سيدي راه الياس كان في واحد الحجره بعيده راه يرا فينا ديك الساعات حنا غنمشيو نشوفوها نوريوها لكم حتى هما كان هو بوحدو كيصيد واحد العايل كان معاه هو معاهم تما قال لك سمح فيه طلع قال له انا غنطلع فحالي الظلمه وانا كنظن ولدي ماشي كنظن انا متاكد ولدي بالليل ما غايصيدش في البحر تحت الظلمه غايطلع بحالو دابا اللي كيدير الشكوك هو مثلا شافوه بالقصبه لهيه وجاب القصبه لهنايا وإذا كان غرق مثلا طاح تما هو القصبه لا يمكن غتخرج هنايا لا يمكن الحجار لان غنمشي نوريكم بلاصه عاوتاني لا يمكن فهمتي وهادشي اللي كاين اخاي انا الاحساس ديالي كنقول اخاي ولدي ماشي في البحر
اللي حقاش المعطيات ديالك بحكم التجربه ديالي في البحر وانا ولد مدينه البحر وكذا، لان شوف القصبه فين هي، شوف الكاسكيطه، شوف العايل فين كيقولوا، فهمتي؟ يعني كذبش عليك. والام ديالو مسكينه راه عندها الاحساس ديالها بان ولدها ما ضاعش يا خاي ديالي. والام ديالو اخي شنو نقول لك، راه واحد الحاله الله يرتاح فيها. انا راه ساعه ونص هي مسكينه غايبه، وكاينه عاوتاني كاين واحد كاين بعض بنادم كيبقى يصيفط في الفيسبوك، كيبقى يصيفطوا لنا كيبارطاجيو، راه السيد جبروه في الميناء ديال مارسا، جبروه في كاف ديال الحمام، كنطلعوا المراه مسكينه تازمت لي، وطلعت عند طبيب واحد النهار راه طاحت مسكينه، ساعه ونص هي غايبه قسما بالله والله راه شاهد، ساعه ونص هي في المستعجلات غايبه على الوعي. ودابا مسكينه راه ما كتاكل ما كتشرب، انا باللي راه كنشد عليها، كنخاف دابا خصها تخرج الزنقه، فهمتي؟ ليلى مسكينه كطلع لك تقول لك ولدي راه كيعيط لي، ولدي راه كيعيط لي، والله غالب اخي. وكنتمنى من هاد الناس هادو هما اللي كيعملوا هاد الاشاعات كاذبه، كنتمنى زعما كاين ما يبقاوش زعما كاين يعملوا هاد الشيء هذا. شوفوا هي الحاله ديالنا، وراه كاينه حاله دازو قبل مني في حاله باقي صاد عندنا المسكين، فهمتي؟ انا اي دابا عاد في الصباح الله العظيم عاملين حاشين عدنان مع ولدي، يعني عاملين واحد المقاله قصه عدنان تتكرر في اصيله، فهمتي؟ يعني قافيه، فهمتي؟ يعني شوفوا الانسان خصو يجرب. راه الكبده هذه، راه الكبده راه هي الظروف ديالي. عندك شي خبر مثلا مزيان قولوا، اما سمعتي ولا شي واحد قال بارطاجي في التليفون، راه حرام عليهم زعما، كان حرام عليهم. وكنطالب اخاي، كنطالب اخاي وكنأكد عليها اخاي، كنطالب حتى الشرطه اخاي ديال الاصيله تعزز معايا اخاي التفتيش، ولا اني ماشي في البحر ما يركزوليش على البحر اخاي. البحر لا كان في البحر راه غايلوحوا البحر، شحال ما بقى غايدو سيمانه، نهار الحد غايلوحوا البحر، لا كان في البحر، هذه اضعف الايمان، نهار الحد اضعف الايمان غايلوحوا لي ولدي البحر. ولكن تركز لي اخي في البر اخي، يعني شوفوا ولاد جوين انتم كتشوفوا، شوف الدور خاويين حتى كتشوفوا الخرابي، يعني يركزوا لي على البر شويه، فهمتي؟ هذيك القصبه راه جبرتها نهار الحد، جبرتها هنايا، وجاب بوا كيبقاش على ولدو، والما وريتها له راه قال لك ديالو. وديك العائل مسكين دابا راه كان عا كيصيد هنايا، وكان مع بوه، قال له ابو انا غنمشي نشحط رافه، وهذيك الساعه وقع اللي وقع. والله اعلم في هذه الساعه ما عارفينش شني اش من سبب اللي وقع له، باش طاح، واش طاح ولا دفعوه ولا الله، واش سرقوه ما عارفينش، نروحوا نحكوا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.